اتعرف بيك مريم. ايه سبب تواجدك هنا في ميدان الرابعة؟ انا نازله عشان بدعم شرعية الرئيس موسي، ونازله عشان الست الانتخابات الناس نزلتهم، عشان الدستور، عشان الظلم اللي حصل عموما. ولا انتمي اولا لا انتمي لاي تيار ولا اي حاجه، انا بني ادم عاديه جدا، ولا اخوان ولا غير ولا اي حاجه، نازله عادي جدا زي بقيه الناس. طبعا بوجه رساله للاعلام، اول حاجه الاعلام بحب اقول لهم اتقوا الله في شغلكم، اتقوا الله، انتوا ضللتوا اكبر كميه من الشعب، خليتوهم مش عارفين الحقيقه، خليتوهم عايشين مصدقين الكذبه، اي حاجه بتتقال بيصدقوها، اديتهم فكره وحشه جدا عن الناس اللي في رابعه. طبعا كله عارف الاشاعات اللي طلعت، الاشاعات دي ملاش اي وجود اصلا ولا اي وجود، ضللتوا الناس بشكل مش طبيعي، اتقوا ربنا. دي حاجه. السيسي طبعا يعني بقول له حسب الله ونعم الوكيل، رغم كل الدم ده ومش معترف بيه، مش معترف بينا كشعب، معترف بنص الشعب. حتى لو نص الشعب مش عايز مرسي، احنا كمان شعب، مش معنى ان نص الشعب مش عايز مرسي يبقى يشيل الصندوق، احنا كمان مش شعب ولينا حق، احنا كمان لينا حق. والله الناس اللي بتأيد السيسي انا مش عارفة، يعني الناس كلها نسيت العسكر، نسي تاريخهم، نسيوا كانوا بيعملوا ايه، نسيوا المجازر، نسيوا كل حاجة تقريبا، يعني مش عارفة الناس بتأيده ليه لحد دلوقتي.